تدريب على السلاح الخفيف الروسي الكلاشينكوف والرشاش البيكيسي والقنابل اليدوية، حواجز اقتحام، حواجز دروس تكتيكية مداهمة اقتحام، دورات دفاع مدني. زوجي لما سمع الخبر اجا وقال لي، يعني قال لي في كتائب سوريات عم يعلموا النساء حمل السلاح، اذا كنتي قادره روحي بسرعه. وانا اجيت يعني حلو. انا موظفه بس بجي بعد الظهر بعد وظيفتي، حابه اتعلم، حابه اقدم اي شيء للوطن، حابه اقدم اي شيء للشهداء.